لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. هذه أقوال القديس سيرافيم ساروف من كتاب القديس سيرافيم ساروف، تعريب صاحب السيادة المتروبوليت باسيلوس منصور، مطران عكار وتوابعها. إن جسد الإنسان يشبه شمعة، الشمعة تحترق والإنسان يموت، أما روحنا فخالدة، ولهذا يجب أن نعتني بها أكثر من الجسد. ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان بدلا عن روحه؟ كل نفس هي أثمن من كل العالم، لأنه كما يقول مكارس العظيم: لم يسر الله أن يتصل ويتحد بأي مخلوق منظور بحسب طبيعته الروحية إلا مع الإنسان الذي أحبه أكثر من كل خلائقه. احكم على العمل الشرير وليس على الذي عمله. يجب أن نعتبر نفوسنا أخطأ من الآخرين. يجب أن نغفر كل خطأ القريب وأن نبغض الشيطان الذي أغواه. يحدث في وقت ما أن يبدو لنا الآخر صانعا عملا شريرا، ولكن في الحقيقة يمكن أن يكون عملا جيدا لأنه يقام برغبة صالحة. إن باب التوبة مفتوح للجميع، ولا نعرف من سيجتازها أولا، أنت أم هذا الذي تدينه؟